السلام عليكم، بنرحب فيكم مرة تانية. احنا لازلنا في شابتر 4 في التحليل المالي أو الفاينانشال ستيتمنت أناليسيس، ووصلنا عند سلايد خاصة بقياس الايكونوميك بروفيت versus هولدينج جين. طبعا هذا الموضوع له علاقة زي ما انتم فاكرين بحاجة اسمها analyzing investing activities، اللي هو تحليل الأنشطة الاستثمارية اللي حكينا، هذا عنوان الشابتر. وصلنا عند حاجة اسمها الانفنتوريز أو المخزون السلعي، وتكلمنا على الطرق الرئيسية في تقييم المخزون، سواء كان الـ Cost of Goods Sold أو الـ Ending Inventory، وباستخدام الـ FIFO والـ LIFO والـ Average. ووصلنا عند هذه السلايد اللي هي سلايد 20، اللي بتكلم على قياس مكاسب الاحتفاظ والأرباح الاقتصادية. أديكم بس فكرة صغيرة عنها. الـ Economic Profit، يعني كلمة economic يعني تاخدوهاش بالمفهوم المطلق، بس يعني الأرباح الاقتصادية، ومكاسب الاحتفاظ. احتفاظ في إيش؟ احتفاظ في المخزون. عندنا هنشوف كيف نحسب الاثنين مع بعض. طبعا هذه المشكلة بتظهر بالضبط في حالة FIFO صراحة. خلينا نشوف إيش بقول. بقول هنا in periods of rising prices، في الفترات اللي بتكون الأسعار فيها عمالة بتطلع، FIFO produces higher gross profits than LIFO. زي ما انتم عارفين، إذا كانت الأسعار متصاعدة أو في حالة تضخم زي ما بتعرفوا، فأكيد أنا بقارن تكلفة تاريخية، FIFO first in first out، بقارن تكلفة تاريخية اللي هي يفترض إنه هي قليلة بأسعار جارية اللي هي المفروض عالية. النتيجة زي ما انتم عارفين انها تكون عندي higher gross profit في حالة FIFO than LIFO. LIFO بيكون بالعكس طبعا، because lower cost، زي ما عمال بحكي، lower cost inventories are matched against sales revenues at current market price. احنا بنقارن تكلفة قديمة منخفضة مع مين؟ مع يعني ايراد مبيعات بأسعار سوقية جارية. This is sometimes referred to as FIFO's phantom profits. Phantom profits يعني الربح المغطى، الربح phantom معناتها يعني شبح وهم إذا بدكم. يعني إيش يعني مغطى؟ كأنه هذا غلط نقول عليه كله economic profit، لأنه في قلبه holding gain. إيش يعني holding gain؟ قلنا مكاسب احتفاظ، إنه أنا مرات بشي شغلة بزيد سعرها، مش لأنه يعني بربح فيها، مش لأنه يعني خلينا نقول سعرها يعني في فرق بين سعر البيع وسعر الشراء، ولكن لأنه مضى على الاحتفاظ فيها مدة من الزمن، زي بشي أرضه بعد 10 سنين ببيعها. فتعال نشوف طب كيف بنحسب الـ Economic Profit والـ Holding Gain. بقول هنا تعال نشوف the FIFO Gross Profit is actually a sum. بقول هو الربح، طبعا لما بيحكي Gross Profit اللي هو الفرق بين السيلز والـ Cost of Sales. طبعا بقول هو بغض النظر زي ما قلت، احنا كده بيهمنا الفرق بين سعر البيع وتكلفات الشراء او تكلفه البيع زي ما بيكون. فبقول هذا الربح الجروس بروفيت هو عباره عن مجموع تو كومبوننتس، واحد منهم ايكونوميك بروفيت، واحد منهم عباره عن هولدنج جين. طبعا الايكونوميك بروفيت ما تنسوش، بدي ارجع معاكم للمثال تبعنا. المثال تبعنا بيقول اللي فات وشرحناه بالفيديو اللي فات، بيقول انه احنا بعنا 30 وحده، وبدي تاخدوا بالكم من اسعار الشراء واسعار البيع. تعالوا نشوف مع بعض. خدوا بالكم معايا هنا ايش اللي بصير. هذا السؤال تبعنا، احنا كم وحدة بعنا؟ بعنا 30، بكم بعنا كل وحدة؟ 800 دولار. طب بكم شريناهم؟ قال والله في اشي شريناه قديم ب 500، في حديث ب 600. راح ركزوا معايا، 30 وحدة اللي بعناهم سعر البيع الحالي الجاري الكرنت ماركت برايس هو 800، وال خلينا نقول الـ procurement أو الـ purchase price كان القديم كان 500 والحديث 600. هنخلوا هذه المعلومات عندنا ونرجع مع بعض. الآن خدوا بالكم، هذه الـ 30 هي عبارة عن وحدات المباعة. خدوا بالكم هذا سعر البيع. الفرق بين سعر البيع وبين آخر تكلفة شريتها، لاحظوا هذه الـ 600 آخر تكلفة شريت مخزون فيها. هذا هو عبارة عن الربح. هذا اسمه الايكونوميك بروفيت، هذا الربح الاقتصادي. فالفرق بين ال 800 وال 500 هم عباره عن ال 6000. طب نرجع مع بعض، طب ايش هو الهولدنج جين، مكاسب الاحتفاظ؟ برضه ال 30، ال 30 هذول هم عباره عن الفرق بين ال 600 اخر تكلفه شراء
مع التكلفة الأقدم. خد بالك بال 500 هذه التكلفة القديمة لشراء الوحدات هذه. الفرق بينهم هو عبارة عن 3000، كأنه هذا الربح اللي هو 3000 ناتج عن بقاء ال 30 وحدة عندي، ارتفع سعرهم هم ضايلين بدون بيع من 500 إلى 600. وبعدين لما أنا بعتهم ال 800، فأنا حسبت ربحي على أساس الربح المحكي الاقتصادي، على أساس الفرق بين آخر تكلفة مع مين؟ مع سعر البيع الجاري. لكن هو فعليا أنا ربحي 9000. فعليا ربحي 9000، بس 9000 مقسمين كالآتي: في ستة، خدوا بالكم، في ستة على أساس فرق بين آخر سعر شراء مع سعر البيع، وفي ثلاثة ما بين فرق تكلفة الشراء القديمة والجديدة. هنا شراء هنا 2 تكاليف هذول، فكأنه في زيادة في سعر البيع أو في الأرباح اللي هو اسمه هولدنج جين، اللي هو الفرق بين التكلفة الأقدم والتكلفة الأحدث. هذه حسبناها ايكونوميك بروفيت، عشان كده قال عنه هذا شوية وهمي، مش حقيقي الربح هذا، مش كل ربح متاجرة، في جزء منه ربح احتفاظ. فهذا الفرق بين السعر التكلفة القديمة والتكلفة الحديثة هذا مجرد يعني مكاسب ناتجة عن احتفاظنا بالمخزون المدة اللي حكينا عليها مثلا سنة. لكن الربح الحقيقي تبعنا هو الفرق بين آخر تكلفة وسعر البيع. لكن احنا فعليا بناء على فايف وبنعترف بالتسعة كلهم كأنهم جيم، التسعة كلهم كأنه جيم. بس هذه فكرة عشان نميز بين، فكأنه خدوا بالكم مرات الربح اللي بيظهر في فايفو مش كله ايكونوميك بروفيت، في قلبه عبارة عن هولدنج جين، عبارة عن مكاسب احتفاظ. طب نيجي لموضوع بتتذكروه زمان اسمه لايفو ليكويديشن. لايفو ليكويديشن قلنا هو عبارة، أو لايفو ريزيرف مرات بيقولوا عنه، طبعا هنا التسهيل تبعه كيف نحوله على الانكم ستيتمنت. قول هنا companies maintain life inventories in separate cost pool. الشركات ايش بيعملوا لما بيكون عندهم بيستخدموا لايفو؟ لايفو يعني اللي بيجي بالاخير بنبيعه في الاول، بيجي بالاخير بنبيعه بالاول، اللي بيجي بالاخير بنبيعه بالاول. طب واللي شلناه قبل سنه هذا بضل موجود عندي كريزيرف كاحتياطي. ليش احتياطي؟ قال الشركه بتخليه لما وقت يعني الاسعار تنزل او ما يكونش في بيع كتير، فبتروح بتشتريش، فلما بتشتريش بتضطر تصرف للبيع من أشياء شرتها قبل سنة أو أكثر. هذه الأشياء اللي شريناها قبل سنة تكلفتها كتير منخفضة، لما نبيعها بأسعار اليوم بيظهر عندي ربح كبير. تمام، هذا الكلام من وجهة نظر إدارة. لكن ليش الشركات بيستخدموا لايفو؟ عشان بالنسبة للسنة الحالية بتكون أرباح منخفضة، فكأنهم أرباح منخفضة كأنهم بيحجزوا جزء من الأرباح باستخدام لايفو في مخزون غير متحرك، أو بسموه slow moving inventory. When inventory quantities are reduced، إذا الشركة خفضت المخزون أو كمية المخزون، كيف بتخفض؟ إنها ما بتشتريش أو بتشتري كميات أقل من البيع، فبتضطر أو بلاش أقول تضطر، هي عايزة تصرف من المخزون اللي عندها اللي هو تكلفته إن شاء الله قبل سنة أو أكثر بتكلفة منخفضة. يقول هنا ار ريديوس، المخزون هذا ما بينزل. وقلت ليش؟ لأنه هي أصلا الشركة بدهاش تشتري كتير عشان تصرف يعني وحدات موجودة عندها من فترة، اللي زي ما قلنا تو بتتضمن عبارة عن هولدنج جينز عشان تصرفها في الفترة الحالية، وبالتالي بتظهر عندها الأرباح كبيرة. فبقول هنا each cost layer is matched against a current selling price. زي ما انتم عارفين في الليكويديشن تبع اللايفو انا بقسم المخزون القديم الى لايرز، الى طبقات، وكل طبقة قبل ما اعملها ماتشنج بالاسعار الحالية بروح وانا ايش عامل؟ عاملها رافعها بناء على حاجة اسمها اللي هي الاندكس برايسز، بسموها مؤشرات الاسعار. وبالتالي عشان انا يعني اعمل ادجستمنتس على موضوع الهولدنج جينز، وبالتالي تكون الماتش تبعي ماتش معقوله. فبالتالي زي ما قلت اللايرز اللي هي الطبقات تبعت المخزون القديم، خلينا نقول في عندي مخزون من سنه كانت
دول بسعر 500، وفي بعدها وحدات نشرتها في السنة اللي بعدها كان سعرها تكلفة شرائها 600. فأنا كل لاير بعمل له إندكس عشان أستبعد منه الهولدنج جين، وأعمل ماتشنج مع الكرنت برايسز أو الكرنت سيلينج برايسز. والإمبيريوس أوف رايز برايسز في الفترات اللي بيكون في ارتفاع في الأسعار، ديبينج انتو لور كوست لايرز، إنه إحنا يعني ننزل ديبينج يعني ننزل لعمق. لور كوست لايرز لللايرز اللي هي تكاليفها لور يعني منخفضة، كوست لايرز كان انفليت بروفيتس، كان ممكن يضخم الأرباح. ليش يضخمها؟ لأنه بيكون حجم الهولدنج جينز أكبر من الايكونوميك بروفيتس. الآن نصل للحاجة اللي بهمنا، هذا كلام تقريبا خدنا متوسطة ومحاسبة اثنين، لكن تعال نشوف اللي بهمنا هنا. بيقول analyzing inventories، تحليل المخزون، بيتضمن أساسا حاجة اسمها restatement of LIFO to FIFO. لازم نحول القوائم المالية أو المخزون، قيمة المخزون في الميزانية من LIFO ل FIFO. بيقول في عندنا ثلاث ستيبات، الستيبس هذه 3 ستيبس بتقول كالآتي: ريبورتد لايف وانفنتوري، بشيب المخزون اللي ظاهر في الميزانية، وبنروح واحنا ضايفين عليه اللايف وريزيرف. طبعا لما نضيف عليه اللايف وريزيرف بنصير احنا حاصلين على الفايف انفنتوري. يبقى اللايف وانفنتوري لما اضيف عليها اللايف وريزيرف، اللايف وريزيرف عشان اقول الفرق بين المخزون على اساس فايفو والفرق بين المخزون على اساس لايفو. يبقى لو جبنا الفرق بين مخزون لايفو وفايفو بيعطينا حاجه اسمها لايفو ريزيرف. طب عشان اصل لفايفو كان لازم اضيفه على اللايفو. الحاجه الثانيه انه الديفيت، طبعا هذا لانه كان عندنا الدخل مخفض لانه احنا استخدمنا لايفو. لما ارجع اضيف اللايفو معناته قيمه الانكم تاكس بدها تزيد. طب بدها تزيد بكم؟ عشان كده لازم نضيف على الديفيت تاكس بيبل، نضيف اللايفو ريزيرف مضروب في التاكس ريت. يعني كانه اذا رفعنا المخزون بدنا نرفع كمان التاكس لايبيليتي او التاكس بيبل. طيب مش بس هيك، كمان بدنا نخفض الريتيند ايرنجز اللي هي مرحله من الفتره اللي فاتت. عشان كده بنجيب اللايف وريزيرف وبنضربه في واحد ناقص تاكس ريت، يعني واحد ناقص 20% فرضا او 37% معدل الضريبه، لانه هذا اللي بضل هو قيمه النت انكم اللي ناتج اللي لازم تنضاف على الريتيند ايرنجز الناتج عن اضافه الريزيرف. يبقى صار عندنا التعديل بيتضمن انه اضيف الريزيرف على الاندنج انفنتوري المحسوب على اساس لايف 1، باثنين اضيف على التاكس بيبل او الديفير تاكس بيبل اضيف قيمه التاكس الناتج عن زياده هذا، لانه هذا بيزود الارباح. يبقى في ضريبه حتزيد بقيمه اللايف ريزيرف. ايضا اللايف ريزيرف هذا المتبقي بعد ما خصمنا ارباح اللي بده ينضاف على الريتيند ايرنينجز، هو حيزيد الريتيند ايرنينجز بس حيزيده بعد ما نستبعد منه الضريبه. فهنا التاكس ريت، لكن هنا واحد ناقص تاكس، يعني فرضا هذه فرضا 20%، فكانه 80% المضروبين في الريزيرف او اللايف ريزيرف هم بيزودوا قيمه الريتيند ايرنينجز. ليش هذا زاد؟ ليش هذا زاد؟ ليش هذا زاد؟ بسبب اللايف ريزيرف. فاللايفو ريزيرف is the amount by which current cost exceeds reported cost of LIFO. الانفنتوريز طبعا زي ما حكيت توي، اللايفو ريزيرف هو الفرق بين الفايفو واللايفو انفنتوري. الان ننتقل لعنوان جديد اسمه Long Lived Assets Introduction. طبعا بيعمل تقديم للاصول طويله الاجل، وفي الغالب زي ما انتم عارفين الاصول طويله الاجل اللي هي الفيكس اسيتس. هنا بشرح او بوضح الديفينيشنز. واللونج ليفد اسيتس ريسورسز هي عباره عن موارد ذات ار يوز تو جنريت ريفينوز، هل نستخدمها اثناء عمليه تحقيق الايرادات، او ريديوس كوست او نخفض في تكاليف الانتاج ان ذا لونج ران. هذه كلمه لونج حاطط تحتها لانه زي ما قلنا هذا الفرق بين الاكسبنس والفيكس اسيت. الاكسبنس بنقول عنه اوبريتنج اكسبنس، بس اللونج اما اللونج تيرم اكسبنس اسمه فيكس اسيت. يبقى اللونج تيرم اكسبنس اسمه فيكس اسيت او لونج ليفد اسيت، لكن الاوبريتنج اكسبنس اسمه اكسبنس. حلو، الان هذه على ثلاث انواع زي ما انتم عارفين. بشرح في تانجبل فيكس اسيتس الاصول الثابته الملموسه such as property plant equipment اللي بي بي اي تذكروا، والانتانجبل اسيتس الاصول الغير ملموسه such as patents
يعني حقوق الاختراع، تريد ماركس، علامات تجارية، كوبي رايتس، حقوق تأليف، الجود ويل والشهرة. آخر حاجة الديفيرد تشارجز، هذه أسيتس، خدوا بالكم، هذه بنسميها المصاريف المؤجلة. زي إيه؟ زي الـ R&D expenditures، مصاريف البحث والتطوير، وأيضا الـ natural resources زي الماينز والأويل ويلز اللي هي يعني آبار البترول والمناجم. طيب تعال نشوف في موضوع الـ capitalization اللي هي الرسملة بالأصول، متى يعني يتم الرسملة؟ قال الرسملة capitalization، رسملة الأصول، معنى هذا قلنا تو الفرق بين الـ expense، خلينا نسميه من عندي هذه الشورت تيرم اكسبنس واللونج تيرم اكسبنس، انه الشورت تيرم اكسبنس هذا اوبريتنج اكسبنس، لكن اللونج تيرم اكسبنس هذا لونج ليفد اسيت، هذا اصل، لكن هذاك مصروف تشغيلي. فبقول هنا كابيتاليزيشن ذا بروسيس اوف ديفيرينج اي كوست، يعني الرسمله هي عمليه تاجيل للتكلفه، ذات از انكرد واللي حصلت ان ذا كرنت بيريود and whose benefits are expected to extend to one or more future periods. يعني الرسمله هي بالضبط ايش؟ انه بدل ما مصروف احمله على الانكم ستيتمنت، لا باجل لاعتراض لتحويله للانكم ستيتمنت لانه يظهر في الميزانيه، وبقى لانه متوقع انه هو طبعا هو incurred in the current period، يعني استحق او انصرف في الفتره الحاليه، whose benefits، ولكن المنافع تبعته يفترض او expected، يتوقع to extend to one or more future periods، انه يتوقع انه المنافع تبعته تمتد لاكثر من سنه او اكثر في المستقبل، الفترات الماليه المستقبليه. طبعا زي ما قلت الرسمله كيف؟ انه بدل ما يروح على الانكم ستيتمنت بوديه على البالانس شيت. كيف بوديه على البالانس شيت؟ انه برسمله، بعترف فيه كاصل وليس كمصروف. لانه لو اعترفت فيه مصروف بدور عليه كم ستيتمنت، بس كاصل بدور على الميزانيه، ولو مر على الميزانيه بحول جزء منه كل سنه من الميزانيه على الانكم ستيتمنت. وهذه العمليه اللي بتعرفوها عباره عن الديبريشيشن. طيب for a cost to be capitalized it must meet each of the following. طبعا لما بقول meet each، المفروض each هذه نحط تحت خط، لانه لازم تتوفر الشروط الاتيه كلها مش واحد منهم. واحد، ايش هي الشروط عشان الرسمة؟ قال it must arise from past transaction or event. قال لابد ان المصروف هذا ينشأ عن حدث او اقتصادي او عملية مالية في الماضي. ايش يعني في الماضي؟ يعني احنا شارينا زمان وبده يخدمنا في المستقبل. it must yield identifiable reasonably probable future benefits. يعني هذه جملة يعني اوضح من اللي فاتت. زي ما قلت الاولانية انه it must arise، يعني لازم ينشأ from past transaction or event، يعني هذا الأصل يجب أن ينشأ عن عملية حصلت في الماضي. حلو، بس الثاني أهم منها، والـ it must yield، لابد أن ينتج عنه identifiable، محدد، reasonable، طبعًا identifiable benefits هو قصده، بس في لها وصف هذه الـ benefits قبل كلمة غير محددة، يعني منافع محددة، إنه إيش؟ قال reasonably probable future benefits. reasonably probable future benefits يعني منافع مستقبلية محتملة معقولة ومحددة. it must allow owner، لابد انه هذه تعطي للاونر هو مالك الاصل هذا restrictive يعني حق خاص control over future benefits، يعني له حق خاص انه هو يتحكم بالمنافع المستقبلية. ما هو ليش هذا الشرط ده مهم؟ لانه ساعتها بنعرف انه الاصل هذا مملوك مش مستأجر، وبالتالي بيظهر في الميزانية. Allocation. Allocation تخصيص قيم الأصول. بقول هنا Allocation a process of periodically expensing، يعني هي عملية فترية يتم في expensing، يعني تحويل a deferred cost، تحويل تكلفة مؤجلة اللي هي الأسد زي ما قلنا، اللي هو الأصل تكلفة المصروف المرسمل، to one or more future expected benefits. فكأنه الـ allocation تحميل أو التخصيص هي عملية لتوزيع تكلفة الأصل على السنوات اللي بتستفيد منه. طبعا هذا بيقول determined by benefit periods أو period، بناء على الفترة اللي بتستفيد، salvage value قيمة الخردة
and allocation method وطريقة التحميل أو التخصيص اللي هي زي ما انتم عارفين هنشوف عندنا بـ straight line method, double decline, sum of these digits إلى آخره. بقول في عنا شوية terminologies لازم نعرفها, طبعا عارفينها من سنة أولى وتانية. بقول depreciation نستخدم كلمة أو اصطلاح depreciation في حالة الـ tangible fixed assets, لكن amortization نستخدمها في حالة الـ intangible assets, والـ depletion نستخدمها في حالة الـ natural resources اللي هي الموارد أو الموارد الطبيعية اللي هي زي ما قلنا الماينز والأويل إذا بدكم ويلز اللي هي الآبار بتاعت النفط.